نحن في أزمة كبرى، الأزمة الكبرى تهدد سوريا، تهدد الدولة السورية، وأنا الآن أطالب باستخدام القوة اليوم قبل الغد، لأنه أنا أتوقع الآن يا أستاذ نزار اليوم سيظهر في تصعيد لعمل الجماعات المسلحة في مدينة حمص. متوقع وفي إدلب. متوقع. أنا أتوقع وأنا سمعت أنه بدأ بشكل فعلي. نعم. يعني بدأ وأنا أطالب خلاص. القيادة السياسية في سوريا برد الصعصاعي. فأنا أدعو الجيش العربي السوري اليوم لتوجيه ضربة قاسمة في مدينة حمص وفي إدلب يا أخي. والعالم دائما مع القوي. تأكد تماما إذا الجيش العربي السوري بيفرض سيطرته الكاملة والكلية في مناطق حمص وإدلب، أنا بتأكد أنه هذه الدول العربية اللي هي أداة أمريكية ستتراجع عن موقفها. أنا أدعو الجيش الآن وأكرر إلى استخدام القوة يا أخي، العنف، أنا بدي أحكي بالعنف يا أخي، ضد هذه الجماعات المسلحة وإنها. أدعو إيران من على هذا المنبر اتخاذ موقف حاسم من النظام السعودي، وحتى اذا عندهم امكانيه يحركوا الشعب السعودي في القطيف وغير القطيف. اوف 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 ابدا ابدا هيك كثير يا اخي. لا ليش هيك لا انا اؤكد لك استاذ نزار، احنا في معركه يا اخي بنقص راسنا. هلا خلينا ندافع عن نفسنا.